كم ممثل او ممثله تتمنين تشتغلين وياهم؟ هواي يعني عدد مثلا 2-3 بالعراق احكي. بالعراق؟ تتمنين ترى من نقول نتمنى يصيرون قايلين. ثلاثة من؟ أنا أحبهم يعني طبعاً الفنانة آلاء حسين كلش أحبها، الفنان أياد راضي. لم يشتغلوا يعني بعدش؟ لا. والفنانة هند نزار كلش أحبها. حلو. زين. كم مرة خطبتي؟ هواية. هواية؟ إيه يعني من الرابع ابتدائي انخطب ما له أحسب. لا خطوبة صارت يعني لبست وحلقات. أو على الأقل إجا وحكى وياك. يعني الاوكي يعني خطبنا يعني انه احنا مخطوبين اثنين. اثنين. شنو كانت اسباب انه ما تكملون؟ كلها لها علاقه بال الشغل مثلا؟ لا اول مره يعني كان شلون انه ما شفت انه انا ما مناسبني هذا الشخص. يعني لا بالدرجه الاجتماعيه ولا الثقافيه ولا يعني ما مناسبين البعض، والثانية أيضا الظروف يعني.